قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التمكين في الأرض للمؤمنين المتحررين عن طاعة غير الله. يقول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وعد الله الذين آمنوا منكم أيها المؤمنون، آمنوا إيمانا صادقا وعملوا الصالحات، أتبعوا الإيمان بالعمل الصالح، لأن العمل الصالح هو يصدق وجود الإيمان. فالإيمان كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما وقر في الصدر وصدقه العمل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعدهم بثلاثة وعود. الوعد الأول: ليستخلفنهم في الأرض، ليورثنهم أرض الكفار من العرب وغير العرب، فيجعلهم خلفا لملوكها وحكامها، يجعلهم ذوي قوة مادية وعسكرية لا تدانيها أي قوة، كما استخلف الذين من قبلهم من الأمم عندما آمنوا بالله وأطاعوا رسله. وقد حقق الله تبارك وتعالى ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى فتح الله عليه مكة وخيبر وسائر جزيرة العرب وبعض أطراف الشام. ثم بعد ذلك في عهد الخلافة الراشدة فتحت البلاد حتى القسطنطينية في آخر عهود الأتراك العثمانيين رحمهم الله، فتحت البلاد حتى فتحت القسطنطينية، فساد الدين واستقر. ووعدهم الله تبارك وتعالى بأن يستخلفهم في الأرض، فاستخلفهم عندما آمنوا وعملوا الصالحات. الوعد الثاني: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. يمكنن لهم دينهم أن يثبته في الأرض ويجعله مهيمنا على سائر الأديان، فيكون دينهم دينا عزيزا مكينا. الوعد الثالث: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. عندما يتحقق الإسلام وتستقر شرائع الله في الأرض يتحقق السعادة، تتحقق السعادة للناس ولا يعود هناك خوف، ويتحقق الأمن الحقيقي لا الأمن الكاذب. الآن في هذا العصر نسمع كثيرا عن الأمن، والأمن رجال الأمن، والأمن هم مصدر الخوف وليسوا أمن، لأن الإنسان لا يدري ماذا فعل أو ماذا قال في ساعة من الساعات، أخطأ أو لم يخطئ، وإذا برجال الأمن يأخذونه فيجدونه وربما مات في التعذيب. لماذا؟ لا يدري. يقول له: قل أنت عملت كذا. يا أخي ما عملت كذا، لا عملت كذا. هذا أمن؟ ثم تسلط الأمم بعضها على بعض، هذا أمن؟ ثم فعلوا مجلسا قال حتى يحقق الأمن في العالم، وهو يثير الحروب. فهذه الدولة العظمى مع هؤلاء وهؤلاء مع هذه وهكذا، فتستولي بعض الدول بعضها على بعض وازدادت الحروب ولم يبقى هناك أمن. ولذلك كثيرا ما أسمي أنا مجلس الأمن مجلس الظلم والطغيان والعياذ بالله تعالى.
يكون مجلس أمن عندما يكون الدول كلها أصواتها متساوية ويكون هناك انفتاح تستطيع كل دولة أن تدلي بدولها وبدلوها وأن تأخذ حريتها في المجتمع الدولي. أما أن يكون بعض الدول هم المسيطرون وما يريدون يحصل، هذا ليس أمنا إنما هو ظلم وتسلط. إذن الوعد الثالث: لا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني، الله تبارك وتعالى يقول يعبدونني لا يشركون بي شيئا، أي يتحقق الأمن عندما تكون الطاعة لله وليس هناك طاعة لغير الله في معصية الله، فليس هناك شرك، عند ذلك يتحرر الناس من العبودية لغير الله والتبعية للأنداد والأغيار، وفي هذه الساعة وفي هذه اللحظات وفي هذه الأوقات التي يتحقق فيها ذلك يكون هناك الأمن الحقيقي والسعادة الحقيقية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ومن كفر بعد ذلك، أي خرج عن هذا المنهج فأطاع غير الله وعبد غير الله، سواء من البشر أو من الحجر، لأن الحجر أو الرموز كلها وراءها عبودية لغير الله تبارك وتعالى من شياطين الإنس والجن، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أولئك هم الفاسقون أي خرجوا عن منهج الله، فسق أي خرج، وإذا فسقوا وخرجوا عن منهج الله عند ذلك يسلبهم الله نعمة الاستخلاف في الأرض، فلن تكون لهم هنالك قوة ضاربة ويكونون شأنهم كشأن سائر الأمم. هذه الآية شاهد عدل وصدق على هذه الأمة، إذا استقاموا على أمر الله واستقاموا على طاعة الله تبارك وتعالى ومنهجه، وإذا حكمت الأمة شريعة الله في حياتها لابد إلا ويتحقق لها وعد الله في التمكين والثبات، تمكين الدين والاستخلاف في الأرض، وأن يكونوا أيضا في مأمن من شر العدوان. إذن نحن في حالتنا هذه في العصر الحاضر عندما نخاف من أعدائنا الكثر، كل الأرض تكالبت علينا، كل دول الأرض تكالبت علينا، لماذا؟ من أجل حماية إسرائيل المجرمة المفسدة في الأرض. تكالبوا علينا لماذا؟ لأننا نحن قصرنا مع الله، حاربنا الله. عندما يكون هناك في بلدنا البلدان بعد سعي وجهد وثورة وصلوا إلى الشرعية، ما معنى الشرعية؟ يعني أن يختاروا اختيار، قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، فاختاروا مجلسهم واختاروا رئيسهم، لأن المجلس أكثريته مسلمون، وهذا شيء طبيعي، البلد البلدان الإسلامية والعربية أكثرها مسلمون، لأن المجلس أكثره مسلمون، قال: لا، هذا مخالف الدستور، ألغي المجلس. انتخب الرئيس، الرئيس خرج مسلم حافظ قرآن، أيضا ما يصلح. من الذي لا يريده؟ اليهود. عرفنا ذلك من الخط الذي حصل، فهذا الانقلاب الذي حصل في تلك البلدة يساوي ويوازي ونفس الخطة التي عليها فرعوننا نحن في سوريا، يقف في وجه الشعب ليذلهم وينفذ أمرا معينا وخطة معينة يسموها خريطة الطريق وخريطة بطيخ. صار في فلسطين صنف سنين خريطة الطريق وخرائط وخرائط وخرائط، وهم يأخذون من البلدان الإسلامية شيئا بعد شيء ويتسلطون تسلطا بعد تسلط، والعياذ بالله تعالى. فكل ذلك من ورائه اليهود. فإذا عرفنا هذا ينبغي أن نحذر من الأشخاص الذين كانت لهم تبعية للأمم الكافرة وليسوا مع المؤمنين، كما قال تعالى: ما هم منكم ولا منهم، ليسوا من اليهود ولا منكم من المسلمين، إنما هم أذناب للأعداء، فيقومون بغوغاء وبأمور كثيرة من أجل أن يتحرروا ويتخلصوا من حكم الله
بجوارهم دولة يهودية تنادي بالدولة اليهودية وتؤيد من قبل العالم كله. أما إسلام لا، إسلام محصر، إسلام مشوه غير صحيح. شيعي في إيران أقروه، ونزلت أوروبا في العراق لأجل أن تدعم وجود الشيعة وتسلطهم في العراق. لماذا؟ لأن هذا دين منحرف. أما الإسلام الصحيح، إسلام السنة، إسلام الاستقامة، فهذا لا يريدونه. ولذلك المسلمون عندما يبتعدون عن الإسلام سيجدون أنفسهم في خوف وفي ذل، وليس لهم مكنة في الأرض، وليس لا تكون لهم المكنة إلا أن يعودوا إلى الله ويجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم حتى يستقر وضعهم، ولا يشركون بالله شيئا ويحكموا شريعة الله فتعود لهم العزة والكرامة. هكذا تدل الآية الكريمة بشكل واضح. إذن لن يزول، ولكن إذا كان فترة من الفترات حصل تأخر في المجتمع الإسلامي وقصر المسلمون في دينهم، فلا يعني هذا أن يتسلط عليهم الأعداء بشكل كامل وأن يزيلوا قوة الإسلام، لا، سيبقى الإسلام. ولكن في بعض المناطق يسيطر بعض المنافقين فترة من الزمن ابتلاء للمسلمين حتى يعودوا إلى الله، فإذا عادوا إلى الله زال عنهم الخطر ورجعوا إلى ما كانوا عليه. ويدل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام لن يزول وأن المسلمين لن يستأصلوا، إنما سيكون لهم منطقة ومناطق فيها قوة أو فيها إسلام، وإن لم يكن قويا كثيرا ولكن فيه إسلام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك. إذن ومن كفر خرج عن الإسلام فأولئك هم الفاسقون، فيحرمون من هذه الوعود الثلاثة: الاستخلاف في الأرض، وتمكين الدين، والخوف، يعود إليهم الخوف، إلا أن يعودوا إلى الله فتعود لهم عزتهم. ولذلك بعد هذا يقول ربنا تبارك وتعالى، يلفت نظرنا إلى الأسس التي تبنى عليها الإيمان والإسلام، أي الاستسلام لله، وهي إقامة الصلاة وطاعة والزكاة وطاعة الرسول. فيقول سبحانه: وأقيموا الصلاة، أقيموها تامة بطهورها وخشوعها. مو هو في الصلاة وقلبه وعقله خارج الصلاة مع فلان أو فلان أو فلانة. أقيموا الصلاة تامة وآتوا الزكاة، وهي حق الفقير في المجتمع، حتى لا توجد هناك إشكالات بالنسبة للفقر، فالفقر كاد أن يكون كفرا. وآتوا الزكاة لمستحقيها طيبة بها نفوسكم، وأطيعوا الرسول فيما جاءكم به، أي أقروا حكم الله في نفوسكم وعلى أنفسكم وفي مجتمعكم شيئا فشيئا بالتدريج، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. فإذا فعلتم ذلك لعلكم ترحمون، إرادة أن يرحمكم الله سبحانه وتعالى، فتعود لكم العزة والكرامة والاستخلاف والأمور التي وعدكم الله إياها. والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.